التي هم في دواخلهم مصرون عليها، ويغلب مصلحة أبناء الشعب العراقي على مستقبلهم السياسي ووجودهم في السلطة واستمرارهم في البقاء على دفة السلطة. وفي ذلك الوقت أنا حسب تصوري يكون الأمر في غاية البساطة. إذا كانت هنالك تغليب لمصلحة الأمة، هذه الأمة المسحوقة على مصلحة الكتل، يكون هنالك، لأن القضية هي تتعلق بمن هي الآن الإرادات. الآن هو اختلاف الإرادات في داخل البرلمان. هذه الإرادات أهدافها ما هي أهداف هذه الإرادات؟ هذه الإرادات معروفة لكل أبناء الشعب العراقي. التمسك بالقائمة المغلقة أهدافها واضحة، حتى الإنسان البسيط في الشارع العراقي عندما وضحت لماذا يتمسكون بالقائمة وضحت الفكرة دكتور طالب. دكتور طالب وضحت الفكرة، يضمنون بقاهم في السلطة. إذن أنت تجد الحل إذا ما تم تغيير يعني النيات في هذا الأمر طبعا من قبل قادة الكتل السياسية. أستاذ حازم الشمري، كيف يمكن التعليق على هذا الأمر؟ هل توافقون على هذا الرأي وحديث السيد أو الدكتور طالب؟ نعم، إذا كان بحيال القوائم المغلقة أو المفتوحة، أعتقد أن هذا الأمر يعني في كثير من الجدل السياسي. النخب أو علماء الفقه السياسي أوجدوا عدة طرق للوصول إلى حالة واحدة، وهو التمثيل الشعبي أو تمثيل الإرادة الوطنية. أعتقد القائمة المغلقة هي ليس السبة، يعني يمكن تجيرها إلى القوى السياسية العراقية السابقة. القائمة المغلقة أولا تحدد ما يسمى بالمجتمع النخبي السياسي والنضوج السياسي لهذه النخب السياسية، وبالتالي إذا كانت المجتمعات قاصرة سياسيا أو عدم وجود نضوج سياسي كبير في هذا الجانب، من الممكن أن تسير هذه القوى الشعبية إلى بر غير آمن. ولذلك القائمة المغلقة هي من أحد الأسباب التي تعمل على نقل الثقافة السياسية من وإلى القوى الجماهيرية. هذا جانب. الجانب الآخر، عملية القائمة المغلقة هي عملية تقليل المسار البيروقراطي في صنع القرار السياسي، وبالتالي هذا التقليل يعمل على ردم الفجوة الزمانية التي تحتاجها الشعوب والأمم من أجل الوصول إلى حالات أفضل. بالإضافة إلى ذلك، القائمة المغلقة تعبر عن حالة أمنية وسياسية معينة. هذه الحالة الأمنية والسياسية المعينة لم تغادر لحد الآن البيئة العراقية، ولذلك نلاحظ أن هذه القائمة هي الأساس. ولكن تعليقي على السيد طالب ضيفك من لندن على أن المواطن العراقي يريد القائمة المفتوحة، أعتقد المواطن العراقي لحد الآن هو أسير القوى السياسية، وبالتالي ما تقوله القوى السياسية يردده المواطن، وبالتالي هذا هو الخطأ الكبير إذا ما أعطينا الفرصة والسماح للمواطن بتسيير أموره بدون دراية وبدون واقع سياسي واضح. نعم استاذ حازم، هذا ليس صحيحا يا استاذ حازم. انا اعتبر، نعم تفضل، انا اعتقد ان الشعب العراقي لم يكن جاهلا بالشكل الذي تتصوره. الشعب العراقي خلال الست سنوات الماضية استطاع ان يخلق نوع من الوعي، واستطاع ان يراقب المشهد السياسي، والان باستطاعته ان يفرز ما بين المخلص وغير المخلص. إضافة إلى أن هنالك نقطة في غاية الأهمية ذكرتها، وهو أن القائمة المغلقة تقول أنه تفرز نخب سياسية وذات كفاءة. من يأتي بهم؟ ألم يأتي بهم نفس الكتل السياسية؟ إذن لا، سوف تأتي بنفس الكتل السياسية التي جاءت بها من قبل، وهذه خطورة حقيقة الاعتماد على القائمة المغلقة. سيد حازم، سيد حازم تفضل. أنا أعتقد طالب، أنا أعتقد أن النخب السياسية الحاكمة الآن أدركت ومنذ زمن طويل على أن ما أدته من أمور قد تكون غير إيجابية، ولد لديها إدراك واضح على أن التغيير في نوعية المهام الموكلة إليها سوف تكون على درجة عالية من الأهمية، وبالتالي الإنجاز أو السياسة الإنجازية هي الشعار الأساسي سواء إلى هذا الطرف أو ذاك، إلى هذه الكتلة أو تلك، لأن أدركت أن التصنيف الجديدة التي خرجت في مجالس المحافظات كانت رسالة واضحة للقوى السياسية. من هذا الباب أعتقد أن التغيير وارد جدا للقوى السياسية، لأن القوى السياسية بكل بساطة تريد أن تحقق
الشيء الجديد للمواطن، لا تريد أن تحقق الشيء السلبي، وبالتالي هناك تجربة لهذا الجانب. هذا من جانب. جانب آخر، لا يمكن عد السنوات الست الماضية من عمر التجربة العراقية هو ثمرة للنضوج السياسي. الشعب العراقي غائب عن التجربة الديمقراطية وعن الثقافة السياسية لعقود طوال، وبالتالي هذا هو أحد الأسباب التي تعمل على أن يكون المواطن أو الشعب العراقي أسير أو متوجه بذيل القوائم أو القيادات السياسية بالاتجاه الذي يعمل على انتشاله من واقع سلبي إلى واقع إيجابي. نعم. طيب سيد عبد الحليم الرهيمي، أعود إليك في بغداد، هل تعتقد أنه سيتم تغليب مصلحة الأمة على المصالح الشخصية والمصالح الحزبية والفئوية والجهوية من قبل رؤساء الكتل السياسية في العراق للخروج من هذه الأزمة وإقرار القانون بوقت سريع جدا، طبعا إقرار قانون الانتخابات الجديد، هل تعتقد هذا الأمر؟ أعتقد نعم، أعتقد وبنسبة 90%، 10% لا أدري، 20 على 90%، لابد أن تصيغ قوى المجلس السياسي الأمن الوطني لإرادة الشعب للاعتراضات لما يقوله الناس، وبالتالي أنا أقول فقط تحقق المصلحة الوطنية العليا، لأن أيضا مصالحها الحزبية والفئوية والقومية والمذهبية أيضا توجد في المصلحة الوطنية العامة، لأن المصلحة الوطنية العامة ليست غائبة عن هذه التكوينات والمكونات. لذلك أنا أعتقد المجلس السياسي الأمن الوطني، وكما قلت بصرف النظر عن الطابع اللادستوري الذي يعتبره كثيرون اللادستوري، يستطيع أن يتوصل بعد ما سمع هذه الاعتراضات الشعبية والرغبة في الإقرار السريع للقانون وفي الرغبة في القائمة المفتوحة، أن يخرج بحل وسط ويتم التوافق عليه، ثم يحيل كتوصية إلى مجلس النواب، وفي مجلس النواب في أعتقد لا يأخذ أكثر من يوم واحد لإقراره، ثم إعطاء الإشارة لهيئة مفوضية المستقلة للانتخابات للبدء في عملية الإحضار للانتخابات في وقتها المحدد حتى ننجو من كارثة التأخير. يعني هذه الرؤية وهذه النظرة الإيجابية والمتفائلة دكتور طالب الرماحي، هل تتفق معها؟ هل تتفق معها بأنها الحل فعلا سيكون في المجلس السياسي للأمن الوطني؟ تفضلوا. يعني أستاذنا الفاضل، أولا نحن ننظر إلى ما يحصل وقلوبنا حقيقة يعني مدمات، لأن الذي يحصل الآن هو كارثة سياسية لا نريد لها أن تستمر، والشعب العراقي واقعا هو قلق الآن، ولذلك نحن نأمل من كل الكتل السياسية ومن كل المخلصين سواء كان في البرلمان، قادتنا السياسيين في الحكومة، أن قليلا يتنازلوا عن نرجسيتهم عن مصالحهم الحزبية ويغلبوا مصلحة أبناء الشعب العراقي. أنا أعتقد إذا كان هنالك تغليب لمصلحة الفقراء والمستضعفين والمساكين، ربما يكون هنالك حل، وهذا الحل قريب جدا إذا وفق هذا الشرط. يعني أستاذ حازم الشمري يختم معك في بغداد، هل أنت متفائل كالسيد الرهيمي؟ هل الحل فعلا سيكون في المجلس السياسي للأمن الوطني وتنتهي هذه الأزمة بلا رجعة؟ نعم سيد حازم. القوة السياسية الجمعاء الموجودة في المشهد السياسي، لأن نجاح هذه القوة السياسية في عبور هذه الأزمة نجاح العملية السياسية، وفشلها فشل العملية السياسية. إذن هناك تحدي، وهذا التحدي يجب أن يكون مقابلة عمل دؤوب للخروج من هذه الأزمة، وبالتالي المسؤولية هي مسؤولية جمعية. شكراً. وليست مسؤولية يعني مجلس معين أو هيئة معينة أو فئة معينة. نعم. شكرا جزيلا لك سيد حازم الشمري الأستاذ الجامعي، حدثتنا من بغداد على هذه المشاركة. كما أشكرك دكتور طالب الرماحي الباحث والأكاديمي العراقي، حدثتنا من لندن. وأشكرك سيد عبد الحليم الرهيمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بغداد على هذه المشاركة. وطبعا كل الشكر لكل من تابعنا في هذه الحلقة. دمتم بألف خير والسلام عليكم.